نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام أكيد مع تقريرنا الرياضي. أكيد بكرة موعد جديد بتمام الساعة 7:30 بحلقة جديدة من أخبار صباح. لقونا، باي باي. استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي رئيس النادي الرياضي هشام جارودي وأعضاء اللجنة الإدارية ولاعبي النادي، حيث قدموا له كأس المرتبة الثانية الذي فازوا فيه في دورة دبي الأخيرة لكرة السلة. في البداية تحدث جارودي فقال: إن استضافتك لنا هي فخر وشرف وعز لكل هذا الفريق الذي يعتز بروحك الطيبة ودعمك المستمر له منذ سنوات. نحن لا ننسى حين استقبلتنا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمين من آسيا نحمل كأس التأهل للبنان للمرة الأولى في العام 1998، ونحن اليوم أتينا لكي نقول لك أعذرنا، لم نستطع أن نحضر لك الكأس الكبير. لقد ربحنا على كل الفرق دون أي خسارة، وفريق النادي الرياضي الذي هو فريقك لم يخسر أي مباراة سوى المباراة الأخيرة مع الفريق المغربي الذي كان قد فاز عليه أساسا في المرة الأولى وفي الدورة نفسها بفارق 37 نقطة. وأضاف: مع كل ما حصل تمكننا من الحصول على كأس المرتبة الثانية، وحاز أحمد شاكر على لقب أفضل إداري في الدورة، واللاعب وائل عرقجي حصل على لقب أفضل لاعب ناشئ في مجمل الدورة. إنها مراكز مميزة نعتز بها، ونعتز أن النادي الرياضي له فضل كبير على كرة السلة اللبنانية منذ سنوات. وختم قائلا: نحن جميعنا بتصرفك دائما، والحمد لله أننا نستطيع أن نرفع رأسنا بوجودك معنا، وسنعوض كأس المرتبة الثانية بكأس المرتبة الأولى في أول مناسبة أخرى إن شاء الله. من جهتي رحب الرئيس الحريري بالنادي الرياضي وأثنى على الإنجازات التي حققها في دورة دبي، وقال: أنا فخور أن النادي الرياضي يمثل لبنان، لأنه بالفعل قدم مستوى عال للغاية في اللعب، ومع أن الحظ لم يحالفه في النهائي، لكن في الرياضة قد تحصل هذه الأمور، وهناك فوز وخسارة، لكن الأهم أن تبقى الروح الرياضية التي تميز أداء النادي والطريقة التي تلعبون فيها. وأضاف: أود أن أشكر الإدارة ومدرب النادي الذي أنجز الكثير، خاصة وأن كثيرا لم يتوقع في البداية أنه بإمكان الفريق أن يحقق كل هذه الإنجازات، ولكن الحمد لله أنا أعتبر أن النادي الرياضي كان يمثل لبنان بأحسن حالته، وهذا الكأس هو كأس للبنان ككل وليس فقط للنادي الرياضي. ومبروك أيضا للاعبين الذين حازوا على الألقاب. وتابع: أعدكم أنه في عهد هذه الحكومة سيكون هناك دعم أكبر للنوادي الرياضية التي تنجز وترفع رأس لبنان، لذلك آمل منكم أن تستمروا بهذه الروحية التي أظهرتموها وبالزخم الذي تلعبون به، فهذا هو ما يرفع رأس لبنان. وختم قائلا: إن أداءكم الرياضي وروحكم الرياضية تعطي الأمل لشباب لبنان وشاباته، وتخرجهم من المشاكل اليومية والضغوطات التي يعيشونها، فشكرا لكم، ونأمل أن تحققوا مزيدا من الربح للنادي الرياضي وللبنان ككل.